طيب احنا سمعنا رايك عن الاستاذ غسان وبنسمع رايه هو عن الاستاذ عبد المحسن النمر. استاذ غسان مسعود رحب فيك برنامج ضيف الاولى، نقول لك اسعد الله مساك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا. شلونكم؟ تمام حياك الله استاذ غسان. رحب فيك ابو بدر. ابو سدير انا مشتاق لك كثير. انا مشتاق لك اكثر والله ابو سدير، على راسي هذا الاتصال فاجأة كثير جميل. والله منور يا ابو بدر، بعدين بهاللوك الجديد ما شاء الله. يا الله يحفظك. الله يحفظك استاذ غسان. احنا سمعنا رايه عنك ونبي نسمع رايك عن الاستاذ عبد المحسن النمر، يعني في مسلسل سوداء تحديدا. انا اعتقد ان الاستاذ عبد المحسن شوي لانه بيحبني فبيبالغ بالحكي عني. مين ما يحبك يا ابو سدير؟ ولكن في حقيقة الأمر أنا كنت من دواعي سروري، وأنا كنت سعيد جدا خلال 5 أو 6 سنوات الأخيرة أنه أن ألتقي بفنان قامة عالية من قامات الأداء العربي هو عبد المحسن النمر، وهو بتقديري الشخصي أنه حمل اسم السعودية كوطن فيه فن جميل ورائع إلى العالم العربي بامتياز. وكان عم يتحدث من شوي أبو بدر عن الفن الخليجي، أنا قلت في كذا لقاء على أنه هناك نهضة لابد أن يكون لها شأن كبير على المستوى الوطني الخليجي، سواء على مستوى الأوطان الصغيرة، لا آسف الصغيرة بالمعنى هي الصغيرة بالمعنى الجغرافي ربما، ولكنها دراميا كنا نقول مصر أحيانا، كنا نقول سوريا أحيانا، ولكن الآن نحن أمام دول الخليج بمجملها وعلى مستوى الأوطان منفصلة تقدم فنا وطنيا في الواقع مشهود له ويفرض حضوره عاما بعد آخر بشكل لائق ورائع، سواء بالمهرجانات سواء على مستوى الشعبي. أما عبد المحسن فهو أحد هذه القامات الكبيرة في الخليج العربي وأيضا في العالم العربي، لأنه اللي قدمه عبد المحسن في سوريا مثلا أعتقد أنه من أبرز وأجمل الأعمال في الدراما السورية، ولا أستطيع أن أقول السورية، الحقيقة العربية أحيانا إما أن تجد أن النص عربيا مثلا مثل آخر نص للأمير بدر بن عبد المحسن، وإما أن تجد الإنتاج عربيا أن يكون مثلا لروتانا أو يكون لدبي أو الشيخ محمد أو فبالتالي هذا فن عربي. أنا أقول أن هذا الفن يتكامل، وهذا الفن يصل الناس بعضها ببعض، وهذا الفن يلعب دورا اجتماعيا رائعا بأن يقرب الناس من بعضها، كونها تنطق لغة واحدة، كونها يعني ثقافيا متقاربة إلى حد بعيد. أنا كنت سعيد جدا بالعمل مع قامة كبيرة مثل الأخ أبو بدر، يعني الحقيقة كسبت صديقا وفنانا كبيرا. الله يحفظك أبو سدير، شهادة أعتز فيها والله، الله يعلم. بارك فيك يا رب. الأستاذ غسان مسعود شكرا لك، شكرا لك على المداخلة الجميلة. الله يبارك فيكم، تصبحوا على خير. تصبحوا على خير، شكرا جزيلا. أبو بدر، طبعا احنا نبقى نتكلم في مسلسل توك، طبعا شخصية فراس تحديدا هي أخذت، أنا كمشاهد وجدتها يمكن من الأدوار الصعبة أو كقصة يعني كقصة يعني من مشاهد يستصعب عليه فهم الموضوع، فهم القصة من بداية الحلقات الأولى، هذا صحيح؟ طبعا هو شوف دائما بحكم أن الراوي أو الكاتب أو المؤلف شاعر عنده تجربته العظيمة طبعا هو في مستوى الشعر، فهذه أكيد انعكست عليه حتى في كتابة الرواية أو كتابة السيناريو حوار العمل. طبعا دائما هو يكتب في المفتوح مش في المعطر، يعني لما تقرأ قصيدة الأمير بدر ما تقدر أنت تسقطها في موضوع واحد، أنت ممكن تتحملها أكثر من موضوع على حسب أنت انطباعك حسب حالتك. هو هذا العمل أيضا اللي هو توك من الأعمال المفتوحة اللي أنت ممكن تحملها مضامين على حسب وعيك وثقافتك وإحساسك ومشاعرك، أنت أمام قصيدة مرئية مفسرة بالكلمة وبالصورة، فبالتالي أنت ما تقدر تخليها في سياق الأعمال الدرامية التقليدية أنك تشوف صراع ما بين الخير والشر وفي النهاية تفوق الخير على الشر، أو لوف ستوري مثلا قصة حب بين فتاة وشاب مثلا في النهاية يتزوجون أو يلتقون أو ما يلتقون، هي أفق مفتوح وعالي جدا. هو في رموز كثيرة في العمل، يتكلم عن الريح، عن 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 التراب، عن السماء، عن عن الجن، عن عن علاقة من الحب مختلفة تماما ما بين جنية وإنس. تكلم عن كيف طرح حالة الحب بشكل مختلف ومتجدد، غير الحب اللي يعتمد على الشكل اللي متجاوزك أنت كشكل، لما جنية بهذا الجمال تعشق مخلوق هو أصلا يعني يفترض أنه مشوه،
وتكون تعشق كل هذا الزمن وتقاتل علشان تصل لهذا الشخص، هي تجاوزت مفهوم الشكل. في مفاهيم كبيره داخل العمل. انا طبعا انا كنت من البدايه كنت متمني انه يتحول لعمل سينما، لانه هو فعلا في مقومات العمل السينمائي الكامله. لكن انت الان تطرح هذا النوع من الاعمال في هذا الخضم العجيب والتلاطم العجيب في نوعيه الاعمال المقدمه الدراميه، اكيد هو راح يفرز نفسه، واكيد مو لازم يستحوذ على كل الاذواق، وما في عمل فني يستحوذ على كل الاذواق الموجوده، بس هو اكيد عمل مهم وعمل انا ما زلت لما اشوفه ابتدي يعني في الجمله احس انها داخلها قصيده في الجمله الواحده. نعم. ابو بدر، صعوبه النص، نعم، كيف تعاملوا معاه مثلا بحكم ان النص مثلا نقول انه باللهجه مثلا السعوديه والعاميه بشكل عام، نعم، والبدويه، نعم، كيف تعاملوا الفنانين من الشام اللي كانوا في ابطال في المسلسل مع هذا النص؟ اولا هو خلني اقول لك، هو النص مكتوب بلغه، اوكي هي في لهجه، اكيد هي لهجه يعني من اللهجات البدويه، مش لهجه، نعم، يعني مش شامله، بس هي اقرب الى اللهجه البيضاء، نعم، اقرب الى اللهجه البيضاء، بس ماخذه خصوصيتها يعني. ففي مصحح لغوي، وفي ايضا انا بحكم اني انا كنت يعني تقريبا السعودي الوحيد انا وزميلي ابراهيم الحساوي، نعم، فكان في علينا حمل ان احنا نفك رموز بالنسبه للي ما يعرف اللي هو الغير سعودي. مثلا احيانا يمر عليه مصطلح، مثلا اتذكر صار في مشكله كبيره في اللوكيشن، في كاتب اسمه الامير نبيطه او فداخو هم هناك، وش هذه اللي راح حوله مبنى راح نبنيه، هل هو فجيت فسرت لها هي اللي يصيدوا فيها العصافير يعني، عرف. ففي تفاصيل صغيره داخل العمل، كلمات احيانا تكون صعبه حتى على مخرج العمل، يعني هو يحاول انه يوصل المفهوم. فكنت انا مستشار ومحلل لغوي، وكنت حتى القصائد اللي تلقى طبعا كنت احضر تسجيلها، مش كلها بس 90% منها يعني. وفي متابعة أيضا من سمو الأمير، الحقيقة كانت متابعة دقيقة جدا، متابعة بحرص وبقلق. أنا يعني يمكن أول مكالمة كانت بيني وبين سمو الأمير قبل بداية العمل، استشعرت هذا الكم من القلق والتوتر للداخلة، فأقول يعني أنا أقول لسمو الأمير أنت يعني ما شاء الله أنت تربعت، أنت إيش اللي يقلقك؟ قال لي مشكلة هذا التربع هو اللي يقلقني، إن أنا أبغى أول تجربة تلفزيونية أبغى توصل إلى المستوى على الأقل اللي أنا أطمح له، ما أبغى أبدأ من بداية. وهو قلق وطبعا مشروع تماما، وهذا القلق يمكن هو اللي ودى العمل إلى هذا الاتجاه الجيد اللي هو فرض نفسه حتى على المستوى التاريخي يعني. طيب بدر، لا شك ان شخصيه فراس كانت من الشخصيات الجميله في مسيره الفنان عبد المحسن النمر. وبدر، كاميرا البرنامج تجولت خارجه والتقت بجمهورك اللي يوجه تحيه واللي يوجه سؤال. طيب الله يستر، نسمع نشوف نسمع ايش قال جمهورك خارج. تفضل. الممثل القدير عبد المحسن النمري يشاهدك الان، وش حاب تقول له؟ والله حاب اقول انه اشكر على عمله الاخير، يعني مسلسل طوق اللي قدم فيه ابداع كبير، يعني بتجسيد شخصيه احدى روايات البدر عبد المحسن، وابدا في تقديمها مع الفنان غسان مسعود والستاف الكبير اللي قدم معه العمل، وكان تجسيد رائع للروايه العظيمه اللي قدمها بدر عبد المحسن. والله في سؤال خاص يعني، ما ادري هو واحد جوله لا، بس اتمنى اعرف كم عمره الحقيقي صراحه. أقول حياك الله وأنت ضيف ضيف عزيز في قلوب جمهورك، وأحب أقول يعني إن جمهورك متابعك وأنا واحد من جمهوره، له مسلسلات كثيرة في طاش ما طاش، وفي كل وأذكر كان له دور برضه سوى مسلسل في عمان وكله على ما أعتقد في الإمارات وفي الكويت وفي البحرين، أنا أسميه سفير الخليج، فنان سفير يستاهل والله. اخوي عبد المحسن، اول شيء اسعد الله مساك بكل خير. ثاني شيء احنا من اشد المعجبين فيك. شخصيتك قويه ما شاء الله تبارك الله. بس نعتب عليك، او انا احد المشاهدين اللي اعتب عليك اني لمده ما شفت ادوار خير، ادوارك الخير كلها شر وعنف وراي مشاكل، فودنا نشوف لك ادوار السندباد ترجع زي ايام زمان ان شاء الله. والله في البدايه احب اوجه له تحيه. وأحب أهنيه وأشكره صراحة الأعمال الأخيرة اللي قدمها وأخيرا منها توك. بس أحب أوجه له سؤال، ليش غاب عن طاش مطاش؟ أو إيش سبب غياب عن طاش مطاش؟ إنه له فترة تقريبا حوالي 10 سنوات غايب عنه، فما أدري إيش السبب اللي يخليه يطلع من طاش مطاش، مع إنه كان مبدع يعني مع طاش مع ناصر وعبد الله، كانوا عاملين شغل ممتاز جدا. هذا حبيت أوجه هذا السؤال فقط.
جديد من لوكس، صابون استحمام سائل مع جوهر العطور الراقي يلي بتبقى لوقت طويل بعد الاستحمام. اهلا بعودتكم مشاهدينا. ابو بدر، تعليقك على اسئله جمهورك وعلى ترحيبهم فيك. طبعا انا سعيد جدا 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 سعيد بوجهه نظر الناس يعني، واقدر هذه التساؤلات كثير. وطبعا في النهايه انت لما تقدم اي عمل في النهايه حصيلته في وجهه نظر الناس هذول يتابعون، وسعيد فيها طبعا، احس انها شهاده. وايضا تحطني قدام مسؤوليه صعبه انه ايش راح اقدم للناس هذول اللي شيء اللي يليق في مستوى ذوقهم، او يعني هي مسؤوليه كبيره، وان شاء الله ربي يقدرني اني اكون قدها. طيب بدر معنا شعاع، تفضل شعاع. السلام ورحمه الله. حكيت كلام ابو بدر. تفضلي اسمعك ابو بدر. الو الو، مرحبا. هلا، اهلا وسهلا اختي. كيف حالك بدر؟ الحمد لله بخير. اللي ما اسمع كويس. معليش، عندي لك سؤالين. تفضلي. شاك اول سؤال. تفضلي. شايف احتكار الفنان. طيب بدي تسكر التلفزيون عندك عشان تسمعينه من الهاتف. اوكي بسرعه. ايوه طيب اوكي، تفضلي. السؤال الاول تسال عن رايك احتكار الفنان اعتقد. طيب سؤالك الثاني. طيب نعتذر منك شعاع، الصوت ما كان واضح جدا. ابو بدر، ممكن السؤال الاول ابراهيم السنيدي. تفضل ابراهيم. مساء الخير. مساء الخير الكريم. مساء النور. هلا، رحب بالاستاذ عبد المحسن على شاشة القناه الاولى. شكرا جزيلا استاذ عبد المحسن. انا تابعتك والله عده اعمال يعني، القناه الاولى وبعض القنوات يعني، وادوارك كانت متميزه صراحه. الله يحفظك يا حبيبي. لكن السؤال الله يخليك، انت الان استاذ عبد المحسن، كيف تختار ادوارك عندما تؤدي عمل في اي مسلسل كان؟ هذا فقط سؤالي لك. شكرا. الأدوار كيف يكون؟ شكرا لك. شكرا لك. شكرا جزيلا. ما أدري هو شكله شاف أوراقي. لا أنت مجهز هذا السؤال؟ عندي السؤال هذا. يمكن شاف أحد عطى الكاميرا ولا شيء عندك. طيب بدر، احتكار وسؤال الأخت شعاع الأول. يعني ما أعرف مسألة الاحتكار هذه، طبعا أنا هي يعني أنا أعتقد الفنان إذا فقد حريته هو فقد فنه كله يعني، راح يتأثر في ما يهواه المحتكر. نعم. وهذا أعتقد ضد فكرة الفن كلها بشكل عام. السؤال الثاني وش كان؟ اللي هو كيف يتم اختيار ادواره؟ طبعا اكيد هو يجي نتيجه لدراسه كبيره للعمل يعني، مثلا ممكن يعرض عليه مثلا في السنه 5-6 اعمال، اختار منها واحد على اساس انه مين المخرج، هذا مهم. ايش هو النص؟ مش مين كاتب النص، ايش هو النص؟ وش بيقول؟ ايش مقولته؟ وايش انا يعني وضعي داخل هذا النص؟ بالإضافة إلى المنتج للعمل أيضا، هذا مهم، لأن المنتج هو اللي هي كل الإمكانيات اللي 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 تدفع العمل للنجاح. المخرج هو صمام الأمان للحالة الفنية كاملة، وبالإضافة إلى مقولة العمل، الشيء بيقول العمل يعني. في بعض الأعمال تشوف قد جميل الظاهر حقها، لكن في مضامينها تكون أشياء ما تتوافق مع مبادئ وأفكاري، فممكن أرفض العمل مهما كانت المغريات. ففي عدة جوانب هي اللي تأهل العمل هذا إلى